والمزيد عن التلوث الهوائي، والآن معالجة التلوث الهوائي. ذكرنا أن الفكرة الرئيسية الواضحة في مسألة معالجة ملوثات الهواء هي التخلص من الملوث بقدر المستطاع، إما قبل خروجه باستعمال وقود غير ملوث مثلا، أو في أثناء خروجه من مصدر التلوث. ذلك لأنه إذا وصل الملوث إلى الهواء انتشر فيه وصعوبة عملية التخلص منه. ليس بوسع أحد حقيقة أن يسيطر على مصادر التلوث الطبيعي كالغازات والغبار الذي ينتج عن البراكين، أو المواد العضوية الطيارة التي تنتج عن النباتات، أو ميثان المستنقعات. أما مصادر التلوث البشري فإنه بالإمكان التعامل مع الكثير منها وتقليل الملوثات إلى حدود الدنيا، أو حتى التخلص منها. من هذه المصادر نذكر واحد عوادم وسائل النقل كالسيارات والقطارات والسفن والطائرات. نلاحظ أنه على الرغم من خروج الملوثات من مكان محدد، إلا أنه متحرك يوزع الملوثات. ثانيا، الآلات المشابهة لوسائل النقل في الصناعة لكنها ثابتة. أيضا ثالثا، مداخن المصانع، كذلك مداخن مصافي النفط والغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية. غير أن بعض الأنشطة البشرية تطلق ملوثات هوائية صعب السيطرة عليها تماما، كما في النوع الأول من مثل الغازات الناتجة من مكبات النفايات الصلبة، محطات تنقية المياه، العادم، مشتقات البترول التي تنسكب على الأرض في أثناء النقل، وأماكن تصليح السيارات وغيرها، وحرائق النباتات أو الغابات. تختلف طريقة معالجة الملوث حسب نوعه. كان يظن سابقا أن إطالة مداخن المصانع وما في حكمها سيؤدي إلى بعثرة الملوثات بعيدا في الجو، من ثم تخفيف تركيزها، غير أنه مهما علت هذه المداخن فإنها ستبقى قصيرة بالنسبة لطبقة الهواء الدنيا، وسيبقى ما تنفذه قريبا من جو المدينة. لكن هناك أيضا بعض طرق، وأهم السيطرة طرق التي تؤدي إلى السيطرة على الملوثات، ونختصر منها. واحد، إزالة الكبريت من مصادر الوقود الأحفوري. يستعمل الفحم الحجري بكثرة في أوروبا والولايات المتحدة والصين، وهو أكثر أشكال الوقود الأحفوري كبريتا، بالتالي أكثرها تلويثا للبيئة بأكاسيد الكبريت. هذه المشكلة غير موجودة عندنا بالأردن لعدم استعمال الفحم الحجري. ومن أساليب التعامل مع هذه المسألة، واحد، استعمال أنواع الفحم الحجري الأقل كبريتا. اثنين، استعمال الغاز الطبيعي بدل الفحم الحجري. ثالثا، تطوير بدائل الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة يعني. أيضا رابعا، خلط الفحم الحجري بالحجر الجيري، وعند خروج أكاسيد الكبريت في أثناء الحرق تتفاعل مع كربونات الكالسيوم مكونة كبريتات الكالسيوم أو الجبس. غير أن هذه الطريقة تقلل من فعالية عملية الاحتراق وتزيد نسبة رماد الاحتراق. ايضا خامسا، سحب ايضا من الوسائل لازاله الكبريت مصادر يعني وقود الاحفوري. سحب اكاسيد الكبريت من الغاز الناتج من حرق الفحم بدفع محاليل قلويه او معلق من مسحوق الحجر الجيري على الغاز الناتج من الاحتراق، وهي قريبه من الطريقه السابقه، ومحاذيرها تكمن في المشكله الفنيه للاماكن التي يجري فيها التفاعل. سادسا، أيضا من الوسائل إزالة الكبريت، وأفضل من ذلك كله، استخلاص الكبريت من الفحم أو البترول أو الصخر الزيتي في مصانع خاصة قبل استعمال هذه المواد كوقود. هذه العملية مفيدة من ناحيتين، أولهما تحويل الكبريت إلى مشتقات تباع في السوق، الكبريت الحر أو حامض الكبريتيك مثلا. ثانيهما، التخلص من تلوث الجو بمركبات الكبريت. بهذا الأسلوب يجب أن يعامل الصخر الزيتي في الأردن لاستغلاله، لأنه يحوي كميات من الكبريت. أيضا من الوسائل السيطرة على الملوثات، ثانيا، السيطرة على أكاسيد النيتروجين. يمكن السيطرة على 50% من أكاسيد النيتروجين المنبعثة من احتراق الوقود في الآلات عن طريق ما يعرف بالحرق المرحلي. يعني يحرق الوقود أولا على درجات حرارة مرتفعة في جو فقير بالأكسجين حيث لا تتشكل أكاسيد النيتروجين، وفي المرحلة الثانية يكمل الاحتراق في درجات حرارة منخفضة في جو غني بالأكسجين وفقير بالوقود، مما يقلل تكون أكاسيد النيتروجين مرة ثانية. وكطريقة أخرى يمكن استعمال عوامل مساعدة كتالست مثل بلاتينيوم بلاديوم أو روديوم التي تزيل أكثر من 90% من أكاسيد النيتروجين، والمواد الهيدروكربونية وأول أكسيد الكربون الناتج من عوادم الآلات في الوقت نفسه. غير أن مثل هذه العوامل المساعدة لم تنجح في آلات الديزل حقيقة. ثالثا، أيضا من المواد أو من الطرق التي يمكن فيها يعني التقليل من التلوث وكذا، إزالة المواد المعلقة.
يكون كذلك وضع المرشح فلتر على مداخن المصانع المنتجة للمواد المعلقة من أسهل الطرق المباشرة تقليل ما تخرجه هذه المصانع إلى جو كمصانع الإسمنت مثلا، ويمكن التحكم في فتحات المرشحات وحجمها وعددها لإنقاص التلوث بهذه المواد إلى حدودها الدنيا كما حدث في مصنع إسمنت الفحيص مؤخرا. كذلك يعني هذا ما يمكن يعني إيراده في خصوص السيطرة على الملوثات.